قرابة 200 شاحنة محملة بمختلف أنواع التمور ترابط بالحظيرة التابعة للجمارك بمدينة طمنراست لمدة فاقت 20 يوماً، ما قد يتسبب في إتلاف كميات هائلة من التمور. يقول لك صروح سرجي وريح في الديوانة، هنا يرانا خلاص باقي نموت وكرهنا من هذه المروضات، حاشا الناس من تاع الوسخات. إلا ما قالوش لينا كاينة الخرجة من النهار الأول ما نسرجوش، وما همش التجار يريحوا في ديارهم ويبعثك يا خدام روح تكة في الديوانة. كاين الخرجة ما كانش، ما تخلينيش ندخل هناك تعود ما كانش الخرجة. زعكني من هذه البلاصة قال الحل ما كانش، قال لي راه خابط 2000 كيلومتر، وين يجي يقاري هنا؟ من 2012 الناس في هذه الأزمات مش باغا تخطي، ماشية وتزيد. دوك إلا راه كاين حل قولوا لنا عليه، وإلا ما كانش حل شوفوا كل واحد يروح يدبر من جهة أخرى وخلاص. الفلاحون أكدوا أنهم تضرروا جراء قرار منع تصدير التمور، حيث أن بضاعتهم سترد إليهم في حال عدم السماح للتجار بتصديرها. اسم الفلاحة، التمر تاعنا رايح يفسد، بعناه للتجار والتجار رايحين يضيعوا وأصحاب الكماين ضايعين. الحل تاعنا احنا الفلاحين هو اللي لازم الدولة تدعمنا باش نخرجوا التمور هذه، والتاجر إلى ما خرج به ومنين يخلصني هنايا. من جهتهم نشد التجار رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل قصد إيجاد حل للمشاكل التي تمر بها تجارة المقايضة. احنا نطلب من رئيس الجمهورية يلزم يشوف حالنا هذا اللي رانا فيه درك، أرى وعدنا التمر هذا أرى قريب يفسد خلاص، ما بقاش له 20 يوم عدنا هنا رانا واقفين، عدنا 20 يوم رانا واقفين هنا يا ما داروش لنا حل هالطريق هذه، لازم يديروا لنا حل باي يخرجوا هاد الكمايم. سبحان الله، التمر راه الحق عليه التمر الجديد، ما بقاش لنا وقت خلاص درك. تجارة التمور توفر مناصب شغل لعدد كبير من الشباب وتعتبر مصدر رزق للعديد من العائلات، فهل سيتخذ القرار المناسب في أقرب الأجل أم أن ضربة أخرى قاسية سيتلقاها الاقتصاد الوطني؟